وحول اتجاه المركزي الأوروبي لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي جامعة بني سويف. دكتور كريم، بعد التحية، جولدن مان ساكس يتوقع دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود، والمركزي الأوروبي يتجه إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي؟ يعني طبعا دعونا نتفق على ان يعني ملامح الركود يعني ابتدت تظهر من شهر الى شهر، يعني تصير الامور من سيء الى أسوأ، خاصة طبعا احنا شايفين ان مع كما نعلم رفع الفدرالي الامريكي، وبالتالي المركزي الاوروبي يرفع سعر الفائدة، وايضا حتى يعني الاداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة المتحدة من الدول اللي هي طبعا شهدت معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي يعني اعلن المركزي الانجليزي ان هو سوف يرفع معدل الفائدة، يعني متوقع ان يرفع معدل الفائدة بشكل كبير في حتى نصل الى العام القادم، كمان حتى ان يعني نقدر نقول ان الاضرار الناجمة ما زالت مستمرة، خاصة مع يعني احنا حتى لو نظرنا الى مؤشر مدير المشتريات في اوروبا يمكن وصل الى ادناه، نحن يعني اصبحنا نسجل قراءات قريبه من ال 50 و 50 نقطه، وهذا يعني و 50 نقطه دي هي النقطه الفاصله ما بين الانكماش او ما بين الانكماش والنمو، حتى ان يعني معدل النمو القطاع الصناعي اصبح يتباطأ في كل من اسيا وكل من اوروبا، وليس فقط السلع والمنتجات وحتى الخدمات، وبالتالي ده بيكون لي انعكاساته السيئه على الجميع، وبالتالي طبعا حتى ان يعني ان البنك الدولي في تقاريره الصادره منذ شهر ونصف تقريبا تحدث على ان يعني ارتفاع مخاطر الركود التضخمي يعني تظهر في معدل وتيره النمو بشكل مستمر. نعم دكتور كريم، كيف يمكن الموازنة بين ارتفاع الأسعار والتضخم من ناحية، وبين الوصول لحالات الركود المتوقعة عالميا؟ ماذا تفعل البنوك المركزية حول العالم؟ طبعا يعني هذا يعني الحديث في هذا الموضوع اصبح شائك، وفي نوع من انواع التباين، يمكن يعني يتحدث البعض ويمكن في بعض الحائزين على نوبل ان رفع سعر الفائده يغذي التضخم ويعجل من الركود، في حين ان اتجاه المسؤولين عن البنوك المركزيه في العالم خاصه رئيس الفدرالي الامريكي تحدث على ان سوف يرفع سعر الفائده حتى يمتص التضخم، حتى وان كان هذا سوف يؤدي الى ركود، وبالتالي طبعا في تباين، لا احد يعلم الحقيقه اين الوضع الدقيق، ولكن طبعا يعني احنا الذي يعني يسيطر على العالم الان الاتجاه نحو الركود او الاتجاه نحو رفع اسعار الفائده حتى يتم السيطره على التضخم باي شكل من الاشكال. نعم دكتور كريم، اخيرا يعني هل يمكن ان يعني تقع بعض الدول في مثلا مرحله الركود العميق مثل سريلانكا؟ يعني طبعا سريلانكا وصلت مرحلة انهيار الاقتصادي وليس مرحلة ركود عميق، وبالتالي يعني احنا اكيد سوف نشاهد مجموعة من الدول ممكن تتحدث ازمات اقتصادية عنيفة في امريكا الجنوبية، في بعض الدول في افريقيا، دول منخفضة الدخل، في بعض الدول الاسيوية، خاصة الدول التي لم تسير بمرحلة الرشد الاقتصادي او بمرحلة يعني اتخاذ القرارات بعيدا عن الشعبوية، الدول اللي انجرفت نحو الشعبوية والدعم المطلق للشعب والاسعار المنخفضة بغض النظر عن الانتاج وعن الامكانيات المالية للدولة، دي الدول اللي هي معرضة اكثر انها تواجه ازمات مع الديون المفرطة، الديون المفرطة التي يتم انفاقها على الاوجه الاستهلاكية بعيدا عن المشاريع الاستثمارية. شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي جامعة بني سويف.